آپ کو ایک مرتبہ پھر لیے چلتے ہیں جنہ گراؤنڈ کراچی، جہاں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین یادگار صدائے حق کے موقع پر کراچی میں طالبوں نے خطاب کر رہے ہیں. لا تؤاخذنا إن نسينا
أنصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. Oh.